تعسس الكافرة. لنقول للعالم أن هذه واحدة من الثلاث. أما الأخرى هو عقل جريء صبي لكنه كبير، اقتدى بالرسول فتعلم لغة الغير ليأمن شرهم، فألف تحية له. يأتي ذلك الشاب الذي رفض الخندق ورفض السكون وكسر القيود واقتدى بالرسول ولم يمنعه اليتم ان يحط الرحال في العالم. انه بخوش زكريا، يتقن 4 أو 5 لغات. غير ذلك هو يواصل الرسالة الثالثة اقتداء بمهدين والصديق بن يحيى وعبد العزيز بوتفليقة، ليقول اننا مع فلسطين ظالمة ومظلومة. كان الكشاف الذي طلب في الملتقى الشباني العالمي ان تدرج الكشافة الفلسطينية ويعترف بها رفقة اخوانه من دول المقاومة. ولعل المفاجأة الكبرى ان زكريا اختير عبر العالم ليكون ممثلا في اعداد المؤتمر العالمي للشبان لعهدة 3 سنوات، وهي طيبة فيه. لنرجع الى من نسى تستلم شهادة التدريس في الذاكرة من البروفيسور المؤسس للذاكرة. هي رسالة لنا ولغيرنا، لنقول ابتلانا الله بالشامخات فمن أذانا فقد أذى الشامخات. هي رسالة لنا من أبنائنا وبناتنا، لتستمر رسالة الغنبر، وهي تقول للآخر أن رسالة الخوارزمي وابن سينا ومالك بن نبي وابن باديس والامير عبد القادر نحملها جيلا الى جيل الفناء. والسلام عليكم. لانني اقرا كثيرا ولم استطع ان اواصل لانني اقرا في عيونكم امل ممزوج بالخيرة. لن تكون هذه الخيرة ما دامت الجزائر تنتج مثلكم. يا مريم بخوش زكريا بنت لا